لا رمضان الأول غير الأول. رمضان يعني تشوف اليهال يستانسون، يروحون عند المسجد يوقفون ليسمعوا الأذان، ركضوا من المسجد لبيوتهم، كل واحد يدش بيته، تفطروا حق الأهل يعني تفطرون. ايه ورحنا قعدنا، يعني احنا مو بصيام، مو نقعد ويا الصيام، لأن كلا وقاموا وصيام نقعد احنا، يعني احترام لهم. ايه تغير هذه كلها حين، الأول غير وحين غير. ايه الحمد لله. اي والله تذكرهم وليحين نتواصل وياهم، مهدينهم يعني يرونا، ليحين نتذكرهم، لو تبعدنا عنهم بالتليفون ناخذنا مرين عليهم. ايه الاول غير، الاول تشوف انت يومك كلنا في بيت واحد، هاي البيت معروف كلنا العصارين هناك نقعد ليل مقر، لأذن المقر كم بيروح بيته. وفي رمضان تشوف يتسويرون، يروحون ذي مر على ذي وذي مر على ذي، وذي يطلع هريسة وذي يطلع المحلبية، وذي يعني نطلع كل واحدة تودي حق يرونها الضوء، يرونها من طبوخها.